الخريطة الأثرية للجزائر أرضية رقمية تفاعلية تطلقها وزارة الثقافة والفنون لجرد المواقع الأثرية عبر الوطن، نسخة محينة ودقيقة لأطلس 1911، إذ تشمل الخريطة الجديدة المواقع الأثرية عبر مختلف حقب تاريخ الجزائر. بعد قرن وعشر سنوات تقريبا حيينا وضعنا خريطة لتحمل كل الآثار التي دهرت بعد الفترة الاستعمارية، وهذه مسألة مهمة، وهذه الآثار تعود بالجزائر تقدم قراءة متنوعة على خلاف ما قدمته الخريطة الفرنسية اللي كانت تحصر الجزائر في فترات رومانية فقط، وهذا أيضا عنده قراءة كما قلت إيديولوجية. اليوم مع الخريطة الجزائرية فيها تظهر الآثار الموجودة في الجنوب الجزائري اللي كانت غايبة تماما من قبل، وهذه الآثار خاصة تعود بنا إلى فترات ما قبل التاريخ وإلى أكثر من 2.4 مليون سنة من التاريخ. المشروع الذي أنجز بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والمراكز التابعة لوزارة الثقافة يشمل 15200 موقع أثري في انتظار إعداد الأطلس الأركيولوجي الجزائري. Nous allons continuer dans la même lancée que la carte archéologique pour faire la classe archéologique, c'est-à-dire de beaux livres qui vont donner une visibilité à notre pays. الخريطة أرضية تأتي أيضا لتسهيل تسيير شؤون التنمية المحلية مع مراعاة حماية المواقع التراثية والممتلكات الأثرية.